في مطاعم، كنا نطبخ ننزل ويجمع الناس حطب ويجمعون كذا ويطبخون يصلحون القهوة، والرجال يخدمون النساء في السفر. خدمات الطريق قليلة جدا. لما انتقلنا يوم 8 إلى ميناء، كل واحد يروح يبني خيمته، الناس يروحون يبنون خيامهم ويجهزون أنفسهم. كنا نحن الذين نروي بالماء، نروح نأتي بالماء من بزابيز في ميناء، نأتي بها ونوفرها في الخيام الذبائح. كان الناس يذبحون بخيامهم، وكان إذا جاء اليوم 12 تنبعث روائح كريهة جدا تمرض الناس. حتى قيض الله تعالى للدولة أن أقامت مشروع الهدي وارتاح الناس راحة عظيمة. ما كان الناس أيضا يعرفون بعض الاختصارات اللي هي مثلا جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ما كان هذا موجود عندنا. كان النفرة من عربة، حنا نفرنا قبل المغرب، قبل المغرب فلذلك قالوا لنا لازم تذبحون دم، وذبحنا دم. ليه؟ لأن الناس كان يأتيهم السائقين شبه مسابق. أحد من الإخوان ضاع يوم عرفة، وأتعبنا ونحن نبحث عنه لأنه راح يريد الجبل وضيع الجبل، وحنا ضيعنا وهم تبسي معنا. يعني يوم عرفة ذاك اليوم كان يوم اشتغلنا فيه بالبحث عن هذا الرجل عن التفرغ الدعاء.